من الطرائف ترى أين الهلال عام 1418 في القرية، جميل. فلم نرى ولم نسمع، طبعا في جازان في القرية، فلم نرى وسمعنا في الإذاعة أنه لم يرى في الإذاعة والتلفاز، فأتممنا شعبان، فجاء إمام المسجد في القرية وقال أنا أخبركم متى رمضان، فضحكوا قالوا نعرف أنه غدا لأننا أتممنا 30، هل تريد أن نتم 31؟ وكذلك مثله في العيد في نهاية رمضان لما لم يرى ليلة 29 أتممنا رمضان 30، قال أنا أخبركم متى العيد. هذا هو التضييق. أنا ما يمكن تقول اليوم 31، الشهر يكون 29 يوماً أو 30، فإذا تم شعبان 30 يوماً بدأ رمضان. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين في حديث الإله إن الشهر يكون 29 يوما، يعني يكون 29 ويكون 30، كلاهما شهر، ليس كالسنة الميلادية طبعا 32 و31 أشهرها ثابتة. إيه لكنها يعني الشهر نفسه، مثلا تجد شهر يناير نفس العدد في كل سنة، إيه ما يختلف، لكن يناير يختلف عن فبراير مثلا في عدد الأيام.